سألت لكم يا أنا إذا قلت لكم هل هنالك، انتبهوا يا لي مسألة جدا مهمة، هل هنالك صور محددة للتاريخ الاستحقاق؟ وأكدت لكم على مسألة مهمة، قلت لهم هنالك أربعة صور وردت في قانون التجارة العراقي على سبيل الحصر، فقط أربع صور. هذه الصور هي أولا أن تكون لدى الاطلاع، ثانيا بعد مدة معينة من الاطلاع، وثالثا بعد مدة معينة من الإنشاء، ورابعا في تاريخ أو يوم. وكان السؤال اللي سألتكم إياه أنا ذاك، هل إن إذا جاءت ورقة تجارية أو سفتجة تحمل تأريخا غيرها أحد هذه الصور الأربعة، فهل يمكن نعتبرها ورقة تجارية؟ وقلت لكم لو افترضنا قلنا ادفعوا بموجب هذه الحوالة التجارية لفلان يوم تخرجه، قلنا يوم التخرج معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم، راح يصدر لك أمر جامعي يبين لك، لكن هل هذا تعتبر ورقة تجارية؟ ليش لا؟ نعم، السبب هو أنه يكون السبب هو بسبب أنه ليست أحدى الصور اللي نص عليها قانون التجارة، وبينجلكم الأحكام المتعلقة بمن بمسألة لدى الاطلاع. زين، الآن السؤال ممكن أسألكم إياه حتى أشوف ذاكرتكم، خلال مدة شقد يجب على الساح المستفيد أن يقدم الورقة التجارية؟ خلال سنة، خلال سنة يجب عليه أن يقدم. أنت في لامسة قلت لك هذه السنة هي المدة القانونية، وممكن أن نكون أمام مدة اتفاقية. شو وقت؟ إذا كان هنالك شرط من قبل الساحب بتقصير أو تمديد المدة، ويمكن أن المظهر فقط أن يقصر المدة. ما المقصود بالمظهر؟ من هو المظهر طلابي؟ نعم، بعد، نعم، اي بعد، هذا الشخص اللي قام بتقصير المدة. المظهر بالتحديد شنو؟ تم معاي، المظهر هو الشخص الذي آلت إليه الورقة التجارية، بين قوسين هو الذي كان المستفيد من الورقة التجارية ثم أراد أن يتنازل عن الحق الموجود في الورقة التجارية لشخص آخر، هسه بناء على علاقة مديونية، علاقة بيع وشراء، ما لنا علاقة بالعلاقة التي تكون موجودة، ولكن أراد أن يتنازل عن قيمة الورقة التجارية لمن؟ لشخص آخر. قلت لكم أنه صيغة أو خاصية الورقة التجارية أن تنتقل بمن؟ أما بالمناولة اليدوية إذا كانت للحامل مثلا، أو بطرق التجارية اللي هي التظهير. المظهر قلت لكم بمعنى أنه يوقع على ظهر الورقة التجارية بما يفيد تنازله، ويذكر اسمه ويوقع، بمعنى أنه بموجب هذا التوقيع أصبح قد ظهر الورقة التجارية. إحنا نقول في العرف الساري يجير الورقة التجارية، يجير الصيك إذا سامعين به. هذا التظهير معناته أنه هذا الشخص بتوقيعه قد تنازل عن حقه الموجود في الورقة التجارية للشخص الآخر اللي راح يكون حامل للورقة. هذا المظاهر إلى حق فقط يقصر المدة، يعني ممكن أن يذكر ومن يضع توقيعه يذكر بأنه يجب على المستفيد أن يقدم الورقة التجارية خلال 6 أشهر، بينما الساحب اللي أنشأ الورقة من حقه أن يقصر أو يطول المدة لازمة. واضح أخوان؟ إذا هذا فيما يتعلق بتاريخ اليوم. راح ننتقل إلى البيان الخامس اللي نصب عليه الفقرة 5 من المادة 40 من قانون التجارة اللي هو مكان الأداء. تبي معي أخوان، لو تركز في المصطلح تجده أنه مصطلح هو قانوني وعرفي في نفس المكان. يعني الآن حضرتك لو نخرج عن إطار القانون ويقول لك مكان الأداء، يكون واضح بالنسبة لك هو الموقع الجغرافي الذي يتم فيه دفع المبلغ النقدي سواء كان دين أو ما شاكل ذلك. بمعنى آخر أنه فيما يتعلق بالورقة التجارية، عندما نقول مكان وفاء الورقة أو مكان أداء الورقة التجارية، المصطلحين الوفاء والأداء يعملان في الورقة التجارية. عندما يكون مكانه هو الموقع الجغرافي الذي يجب فيه مكان أو وفاء الورقة التجارية. الآن خلي في حساباتك أنه الأصل أنه الموقع الذي يتم فيه الورقة التجارية هو الموقع المتفق عليه، أو هو الموقع الذي ممكن أن يكون بجانب، أو العنوان الذي يمكن أن يكون بجانب اسم المسحوب عليه. لأنه إحنا قلنا في الحوالة التجارية عندما يأتي المسحوب عليه وضع اسمه، راح يضع بجانب اسمه عنوانه، فالعنوان المذكور في جانب اسم المسحوب عليه قد يكون هو
مكان اداء الورقه التجاريه او الحواله. الان هل من الممكن ان يتفق الساحب مع المسحوب عليه على ان يكون مكان الوفاء غير مكان المسحوب عليه، في موطن اخر غير موطن المسحوب عليه؟ عليكم السلام ممكن؟ وعليكم السلام. نعم أنا أشكرك، أنا أشكرك، شكراً. أنت معي الآن تتحدث عن سؤال آخر، أشكرك، عن هل يمكن تعدد مكان الأداء؟ لا، أنا الآن أقول هل من الممكن أن يتفق على أن يكون محل أداء الورقة التجارية في مكان معين غير مكان المسحوب عليه؟ يعني مثلاً المسحوب عليه موجود في العراق، ولكن هل يمكن يتفق الساحب والمسحوب عليه اللي ينشأ الورقة التجارية أن يكون مكان التسديد الحوالة في دبي مثلاً؟ واضح؟ أو داخل العراق في مدينة محافظة أخرى غير المحافظة اللي هو موجود بها؟ نعم، الجواب نعم، من الممكن أن يتفق الساحب على المسحوب أن يكون مكان الأداء. أنت معاي يا إخوان؟ أما موطن الساحب نفسه أو موطن المسحوب، ومن الممكن أن يكون موطنا مغايرا لكليهما، يسمونه في القانون في المصطلح التجاري بيان التوطين. هذا بيان التوطين هو معناته المكان الذي تم الاتفاق عليه في الورقة التجارية، والذي يكون هو مكانا لوفاء هذه الورقة، وهو الذي هو يختلف عن مكان إقامة المسحوب عليه. الآن نرجع إلى السؤال الذي تحدث عنه زميلكم، هل يمكن أن نتوقع من الناحية القانونية أن يكون هنالك أكثر من مكان أداء للحوالة التجارية؟ طبعا مثل ما جاب زميلكم، القانون جاء ساكت، يعني لم يتطرق إلى مسألة تعدد مكان الأداء، وحتى الاتفاقيات الدولية المتمثلة باتفاقيات جنيف أيضا جاءت شنو؟ ساكتة عن هكذا حال. ولذلك عندما يكون هنالك فراغا تشريعيا، سكوتا من قبل المشرع، نلجأ إلمن إلى موقف القضاء والفقه. هنالك رأيان، الرأي الأول يذهب إلى ماذا؟ إنه لا يجوز أن يكون هنالك في الحوالة أكثر من مكان أداء، وتبرير عدم الجواز لماذا؟ يقول لأن نعم، لأن المسحوب عليه قد يكون الأماكن التي ممكن مذكورة في كأماكن أداء مذكورة في الورقة التجارية ممكن أن تكون متباعدة، ممكن أن تكون في أكثر من دولة، ممكن في أكثر من محافظة. فهذا إيش راح يسبب له؟ راح يسبب لحامل الورقة التجارية أن لا يعرف بشكل أكيد في أي بلد أو في أي مكان سوف تتم تسديد قيمة الورقة التجارية. وإحنا نعرف أنه إذا كانت أماكن متباعدة ممكن عندما يأتي إلى مسحوب عليه يقول له لا، أنا ما أسدد لك بالعراق، أسدد لك في دبي، لأنه الورقة تذكر هذا الحال. وتعرفون هذه يحتاج إلى وقت للوصول إلى المكان الآخر، وإحنا عندنا في القانون هنالك مدة تقادم يجب على الحامل ورقة عندما يرجع إلى المسحوب عليه ويرفض الأوفاء، هنالك إجراءات خلال مدة معينة يجب أن يؤديها حسب ما راح ندرس وين في تقادم الورقة التجارية. إذا يذهب البعض من الفقه التجاري لأنه في هكذا حال، فنحن نذهب إلى عدم جواز أن يكون هنالك أكثر من مكان أداء واحد. الرأي الآخر يذهب إلى عكس ذلك تماماً، يقول لا، من الممكن أن يكون هنالك أكثر من مكان أداء. شنو تبريراتهم تحت يا عنوان؟ يقول أولاً إن القانون جاء ساكتاً، أي بمعنى إن القانون لم يتطرق إلى عدم جواز أن يكون هنالك أكثر من مكان آخر. يعني القانون عندما تتفحص قانون التجارة، القانون الصرف حصراً، ما عندنا نص قانوني يقول بأنه لا يجوز أن يكون هنالك أكثر من مكان أداء في الورقة على العكس. منين طلابي؟ على العكس من تاريخ الاستحقاق. تاريخ الاستحقاق اللي هو كان البيان رقم 4، يعني بنص صريح في قانون التجارة يقول أنه يجب أن لا يكون هنالك أكثر من تاريخ استحقاق، وإذا كان هنالك أكثر من تاريخ استحقاق فحكم الورقة تعتبر ورقة باطلة. واضح أخوان؟ هنا لا، في مكان الأداء جاء النص
دون أن يعالج هذه المسألة ودون أن يذكر أنه المكان الأداء ماذا هو مكان أو هو يعتبر باطل في حالة التعدد. ولذلك يقولون بما أن القانون لم يذكر بأنه باطلا أولا، وبما أن القانون سمح بأن يكون هنالك أكثر من مسحوب عليه واحد، تذكروه في المحاضرة السابقة قلت لكم يكون على سبيل التضامن وليس على سبيل التخيير، يعني يقول ادفعوا يا فلان وفلان وفلان مو فلان أو فلان، بحيث أنه المستفيد يعي بتماما من هو الشخص الذي سوف يؤدي الورقة التجارية، أو ممكن يذهب إلى أي شخص يدفع له الورقة التجارية وهو يرجع على الآخرين بماذا؟ عن طريق أحكام التضامن. فلهذه السببين، أولا القانون ما ذكر أنه لا يجوز، اثنين القانون سمح بأن يكون هنالك أكثر من مسحوب عليه، وهؤلاء المسحوب عليه هل يجب أن يكونوا في بلد واحد أو في مكان واحد؟ لا. إذن من الناحية المنطقية العملية ممكن أن يكون المسحوب عليهم ساكنين في أكثر من مكان واحد، لذلك يذهب الرأي الثاني إلى جواز أن يكون هنالك شنو أكثر من مكان أداء. لكن الفكرة وين تكمن؟ من حق حامل الورقة أن يذهب إلى أي من هذه الأماكن المذكورة في الورقة، ويجب على من يذهب إليه أن يقوم بتسديد الورقة التجارية. واضح إخوان؟ هذا فيما يتعلق بمكان الأداء من حيث تعداده. السؤال الممكن أن أسأل الأسئلة، في أي مكان يجب أن يكون مكان الأداء مكتوبا في الورقة التجارية؟ نعم، شكرا. إذن مثل ما ذكر زميلكم بيان الأداء، القانون لم يحدد الموقع الذي يجب أن يكتب فيه بيان مكان الأداء، فمن الممكن من الناحية النظرية من الناحية القانونية أن تكتب مكان وفاء الورقة في أي مكان من الحوالة التجارية، ممكن تكتبها في الأعلى في الأسفل في المتن، فقط أنه تذكر بأنه يجب أن تكون أو تسدد أو تعطى أو توفى الورقة التجارية في هكذا مكان. الآن تجمع يا إخوان، مكان الأداء عندما يمكن أن يذكر في أي مكان، يعني ما هو ذاكرتكم ما هو البيان الذي حدد فيه المشرع مكان وجوده؟ شنو؟ نعم الحوالة، لفظ الحوالة. نعم طلابي، الآن لحد الآن المكان أو البيان الوحيد الذي حددنا القانون في وين نخليه بالورقة التجارية هو لفظ حوالة أو سفتجة، فقالنا يجب أن يكون في المتن، أما ما عداها لحد الآن القانون ما حدد لنا الشكل أو المكان عفوا الذي يجب عليه أن يتوفر فيه مكان. بعد عندما ذكر القانون مكان الأداء ماذا يعني عندها مكان؟ هل هذا يعني أنه أي مكان؟ المكان ممكن أن يكون مجرد ذكر البلد، مجرد ذكر المدينة؟ لا لا، يجب أن يكون المكان واضحا وجديا، يعني المكان عندما نقول مكان الأداء يجب أن يكون معينا، من أقول في يعني العراق محافظة النجف، وين بالنجف بعد؟ يعني أنا أفتر كل النجف هي وقضيتها ونواحيها، ولا يجب أن يكون محددا؟ الأخير خليك وياي، نعم يجب أن يكون محددا وتحديدا كافيا بأن يكون بأن يستطيع حامل ورقة تجارية أن يصل إلى ذلك المكان للحصول على ماذا؟ على قيمة الورقة التجارية يوم الاستحقاق. واضح طلابنا؟ أكو سؤال؟ زين، وبماذا نعني بأنه يجب أن يكون مكان أداء الورق مكانا جديا وليس وهميا؟ ماذا نعني بهذا الكلام؟ نعم نعم، يجب أن يكون يعني ما معقول الآن أنت تجي تخلي مكان وهمي، مثلا تقول العراق النجف وتنطي عنوان ما موجود أصلا هو في النجف، أو أن هذا الشخص قد يفترض من خارج العراق، وحضرتك شو تسوي؟ تنطي عنوان كأنه موجود في العراق، أنه قريب من كذا الناحية الفلانية قضاء كذا، هو أصلا لا موجود لا هذا القضاء ولا، مثل ما منطيكم مثال يعني تقول له أنا أوفيك في المدينة الفاضلة للفارابي باعتبار هو كتاب أساسا وأنت تعتبره عنوان لأداء. السؤال الأخير في مكان الأداء، وما هو الحكم القانوني لو إن الساحب أو منشئ الورقة التجارية أو من أنشأها وكتبها قد أغفل بشكل نهائي
ذكر مكان الأداء الورقة التجارية. ما هو الحكم؟ ما موجود هذا، يعني هذا البيان اللي تحدثنا عنه وشرحناه وقلنا هو بيان إلزامي وموجود بفقر 5 المادة 40، ما موجود في الورقة التجارية. شنو حكم هذه الورقة؟ تفضلي. زين، زميلكم تقول هذه الورقة تعتبر باطلة، بعد عندكم رأي آخر؟ تبي يا طلابي؟ نعم. بعد، شكرا، بعد عندكم رأي آخر؟ انت معي طلابي. القانون يذهب بالفقرة أو بالمادة 41، لأنه إذا كان مكان الأداء فيه خلل من حيث الشروط التي يجب أن تتوفر فيه، يعني مثلا ذكرت مكان أداء فقط عراق النجف، هذا محدد غير محدد، أو كان مكان أداء شبيه وهمي مثل ما ذكرت لكم الآن، الورقة التجارية تعتبر ورقة باطلة. ولكن إذا كان مكان الأداء لم يذكر نهائيا، يعني أغفل أو لم يتم الإشارة نهائيا إليه في الورقة التجارية، وكان هنالك عنوانا مذكور بجانب اسم المسحوب عليه، فالقانون يقول بأنه العنوان المذكور بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر بحكم القانون هو نفسه موطن المسحوب عليه، وهو في ذات الوقت شنو؟ مكان أداء الورقة التجارية. أعيد الحكم. إذن قلت لكم الآن ما هو الحكم لو إن الورقة التجارية جاءت خالية من من؟ من مكان الأداء. فننظر إذا كانت هنالك إشارة إلى مكان الأداء ولكنه لم يستوفي الشروط، كأن يكون المكان غير واضح، كأن يكون المكان وهمي مكان الأداء، فتعتبر ورقة شبيهة. ولكن إذا كانت خالية نهائيا من هذا البيان مع وجود عنوان بجانب اسم المسحوب عليه، فتكون الورقة باعتبار مكان الأداء هو نفسه موطن إقامة المسحوب. ولكن ما هو الحكم أيضا لو أنه جاءت خالية من مكان الأداء وجاءت خالية من وجود عنوان بجانب اسم المسحوب عليه؟ ما لقينا عنوان بجانب، تعتبر الورقة ورقة باطلة لتخلف البيان الإلزامي اللي المهم جدا اللي ذكرته مادة 40 وهو مكان الأداء. واضح طلابنا؟ إذا كان هذا البيان واضح من حيث وجوده ومكانه وأحكامه وما يترتب عليه، فننتقل إلى البيان اللي بعده اللي هو إيش؟ اسم من يجب الإداء إليه أو لأمره، اللي هو بين قوسين المستفيد، اللي هو حامل الورقة التجارية. من يقدر يتحدث لي عن بعض أحكام هذا البيان الإلزامي أو ما هو المقصود بالمستفيد أو ما شاكل ذلك؟ غيرك. ها طلابنا. نعم. لقد نصت المادة 40، لقد نصت مادة 40 من الفقرة السادسة بأن مقام التجارة يشتمل على يجب أن يذكر اسم المستفيد ومكان أدائه. هذا يعني يوجد طرف إلى جانب الساحة. شكرا زين. أنت مع طلابي. الآن عندنا نتحدث عن الورقة أو الحوالة التجارية. أنا متفق معاكم، كم طرف في الورقة التجارية؟ ثلاثة، ساحب ومسحوب عليه ومستفيد. الآن عندنا نتحدث عن الطرف الثالث في الورقة التجارية، أي أنه الطرف الذي يمثل الدائن في الورقة التجارية. يعني لو خرجنا عن التجاري إلى المدني، فراح نجد بأنه حامل الورقة التجارية أو المستفيد من الورقة التجارية هو شنو؟ هو دائن للورقة التجارية. لذلك طلابي يذهب المادة 40 إلى أنه يجب أن يذكر اسم المستفيد أو من يكون أو اسم الشخص الذي يجب إليه الأداء في الورقة التجارية. وهذا مثل ما ذكر زميلكم يجعلنا نعي بشكل واضح بأن هنالك علاقة ثلاثية وين؟ في الورقة التجارية. ومن جانب آخر وجوب ذكر هذا البيان دليل على ماذا؟ على أن هنالك علاقة مديونية سابقة موجودة بين من؟ بين الساحب وبين المستفيد. فجاءت هذه الحوالة التجارية لكي تسدد الدين الذي بذمة الساحب إلى المستفيد، وهذا ما يسمى وفق قانون الصرف وفق قانون التجاري ببيان وصول
قيمة، يعني بيان وصول القيمة إذا تذكروا شرحناه في محاضرة سابقة، هو بشكل مختصر بكلمات بسيطة بتقريبية لكم، هو تقريبا سبب إنشاء الورقة التجارية. يعني أنت ليش أنشأت هذه الحوالة طلابي؟ ليش أنشأتها؟ أنشأتها لأن هنالك علاقة تجارية أو علاقة مديونية سابقة بينك وبين من؟ بين المستفيد. فيأتي إليك المستفيد، تحرر إلى صك، تحرر إلى حوالة، وهذا هذا دليل على انه علاقه مديونيه او ما يسمى بالقانون ببيان وصول. واحنا نعرف وذكرتكم بحضر انه القانون ما اشترط انه شنو ان يذكر بيان وصول القيمه، يعني ما اشترط القانون ان يذكر السبب وين في الورقه التجاريه. من اخذنا الشروط الموضوعيه قلت لكم يشترط ان يذكر لو لا يذكر لا، ولكن القانون اشترط ان يذكر اسم المستفيد. انتبه لمساله جدا مهمه هنا. الآن من اجت المادة 40 تقول يجب أن الأخير خليك وياي، يجب أن يذكر اسم معناتها هل ممكن أن نتوقع وجود حوالة تجارية للحامل؟ ادفعوا لحامل هذه الحوالة. أعيد، عندما جاء بيان إلزامي بموجب القانون يقول يجب أن يذكر اسم المستفيد، اسم الشخص اللي استفاد من هالورقة يجب أن يذكر. هل ممكن أن نتوقع بأن الحوالة تجارية أو سفتجة تكون للحامل؟ ادفعوا لحامل هذه الورقة أو هذه الحوالة؟ لا، جواب واضح، لا. على العكس من راح نشوفه بالصك، الصك ممكن يكون لحامله، لكن بالحوالة التجارية ما أقدر. عدم قدرتك من أن تحرر حوالة تجارية مكتوب ادفعوا بموجب هذا لحاملها، ليش؟ ليش ما تقدر؟ نعم، بسبب هذا البيان انه يجب اذكر. اذا انتبه لي مساله مهمه، يعني قد بالامتحان اسئله يقول لك تعتبر الحواله او السفتجه ورقه اسميه. زين، اقول لك انطينا شنو السبب، ليش الحكم، شنو تعلل الحال؟ تعلل يا بانه الماده 40 من قانون التجاره جاءت لكي تشترط انه يجب ان يكون او يذكر اسم المستفيد في الورقه تجارية، وبالتالي لا يمكن أن نتوقعها أن تكون لحاملها، بمعنى أنه هذه الورقة هي ورقة اسمية من حيث الإنشاء، يجب أن تحتوي على اسم المستفيد. وإذا لم تحتوي على اسم المستفيد أو جاءت لحاملها فهذه الورقة تعتبر ورقة باطلة لعدم استيفاء الشروط الشكلية. أبدا لا تنتج أي أثرا مصرفيا بهذه الحالة. وبنفس الوقت أخوان انتبه معي، تعتبر الورقة التجارية أو الحوالة هي ورقة إذنية. بمعنى ماذا؟ شنو معناتها إذنية؟ بمعنى أن الورقة اسمية وإذنية، أي أنها من الممكن أن الشخص أن يقوم بالتنازل عن حقه الموجود في الورقة التجارية بإذنه بإرادته إلى شخص آخر. واضح أخوان؟ ولكن هنالك مسألة مهمة جدا، عندما نقول بأن الورقة التجارية هي ورقة اسمية وإذنية، فالاسمية هي دائما ملاصقة للحوالة التجارية، لا يمكن أن نتوقع بأن تكون هنالك ورقة غير اسمية، ولكن من الممكن أن نجد بأن هنالك ورقة أو حوالة ليست إذنية. شو وقت؟ متى ما كان هنالك بيان قد وضعه الساحب بأنها ليست للإذن أو ليست للأمر. بمعنى شنو معناتها ليست للإذن أو الأمر؟ بمعنى لا يجوز تداولة. أنا أعطيك هذه الحوالة بشرط أن هذه الحوالة تسحبها، تقدمها للمسحوب عليه، أما أن أنت تحولها أو تظهرها إلى شخص آخر أنا ما مسؤول عن هذا الحال. تكتب ليست للأمر، وراح نجي في المحاضرة السابقة إن شاء الله راح نلاحظ الحكم، ما هو الحكم لو أنك رغم وجود هذا البيان قد ظهرت الورقة التجارية، وراح تلاحظون بأنه في هذا الساحب لا يتحمل مسؤولية أداء هذه الورقة. واضح أخوان؟ هذا اسم من يؤمر بالأداء أو اسم المستفيد. السؤال، هل يمكن أن نتوقع بأن يكون المستفيد أكثر من شخص؟ يتفضل. صح، تاز، ممكن أن يكون. ممتاز، إذا أنت معاي أخوان، زميلكم إذا يتحدث بكلام يقول من الممكن أنه من الممكن أن يكون الساحب هو أكثر من شخصاً
واحدا. وانتبه معاي لمسألة مهمة جدا، من الممكن أن يكون على سبيل التخير ومن الممكن أن يكون على سبيل التضامن، يعني مجتمعا أو منفردا. على العكس منين؟ على العكس من أخذنا اسم المسحوب عليه، يجب أن يكون بالتضامن، ما يجوز بالتخير. هنا في الاسم المستفيد، ولهذا السبب أقول لك أن الورقة التجارية مهمة بها أحكام، من أقول لك تحدث أو أجيب لك حكم يتعلق، ما هو حكم تعدد اسم المسحوب عليه واسم المستفيد. راح تلاحظ هناك يجب أن يكون بالتخير، بينما في المستفيد من الممكن أن يذكر ادفعوا لفلان وفلان وفلان، أو ادفعوا لفلان أو فلان أو فلان. فإذا اسم المستفيد ممكن أن يأتي على سبيل التأخير وممكن أن يأتي على سبيل التضامن، ولكن ما هو الحكم في الحالتين؟ ما هو الحكم القانوني في الحالتين؟ الحكم القانوني، انتبهوا يا طلابي، في حالة إذا كانوا بالتضامن ادفعوا لفلان وفلان، فلا يستطيع لأحد هؤلاء الأشخاص أن يطالب بقيمة الورقة التجارية كلها، ولا حتى يستطيع أن يطالب بحصته من هذه الورقة، ما يجوز له، وإنما يجب عليهم أن يطالبوا جميعهم بمن؟ بالورقة التجارية، أو أن يكون هو هذا الشخص لديه وكالة عن الآخرين في المطالبة بقيمة الورقة، ولكن الأصل لا يجوز له أن يطالب بكل قيمة الورقة. أو لماذا؟ لأنهم متضامنين في الحصول على قيمة الورقة التجارية، يجب أن يحضروا جميعهم حتى شنو؟ السلم قيمة الورقة. ولكن إذا كان لا الورقة التجارية أو اسم المستفيد ذكر على سبيل التخير ادفعوا له فلان أو فلان أو فلان، فمن الممكن أنت إليك كمسحوب عليه أي شخص يحضر من هؤلاء الثلاثة فلان أو فلان، من حقك أنه إيش؟ السلمة كل قيمة الورقة التجارية بمقابل أنه تأخذ من عنده الورقة التجارية اللي هي دليل على أنه قد قمت بعملية وفاء قيمة هذه الورقة. واضح أخوان؟ السؤال الأخير ممكن نسأله في اسم المستفيد، هل يمكن أن نتوقع بأن يكون الساحب هو نفسه من يجب الإداء إليه، يعني المستفيد؟ سابقا سألنا هل يجب ممكن أن نجد أن الساحب هو نفس المسحوب عليه، وشفنا الإجابة. الآن السؤال، هل نتوقع أن يكون الساحب هو شخص يسحب حوالة لمصلحته هو يكون مستفيد منها؟ ممكن. تفضل. ثم معاي هنالك حالتين تقريبا من حق الساحب، أو ممكن أن يكون بموجب القانون الساحب هو نفسه شنو؟ المستفيد. شو وقت؟ مثل ما ذكر زميلكم، إذا كان الساحب غير متأكد من أن المسحوب عليه سوف يوافق على دفع قيمة الورقة التجارية، فيسحب، فبدل من أن يطرحها للتداول ويترتب عليها آثار وبعدين تعتبر باطلة ويرجعون عليه بآلية الرجوع بسبب عدم الوفاء المسحوب عليه بالتزامه، فيرجعون بماذا؟ يقوم بسحبها على نفسه ثم يقدمها للمسحوب عليه، فإذا وافق عليها المسحوب عليه معناتها أنه أصبحت الورقة التجارية مستكملة لكل شروطها، الآن ممكن يطرحها للتداول من خلال التظهير. واضح؟ أعيد؟ أعيد. في بعض الأحيان ساحب الورقة التجارية، انتبه يا طلابي، قد لا يكون متأكدا من المسحوب عليه سوف يؤدي قيمة هذه الورقة في يوم استحقاقها، فبدلا من أن يطرحها للتعامل وسبب المشاكل يسحبها على نفسه لمصلحته ثم يقدمها هو المن إلى المسحوب عليه، فإذا وافق المسحوب عليه يعني قبلها، احنا راح ناخذ القبول في الورقة التجارية، فإذا ما قبل هذه الورقة أصبحت الورقة شنو؟ القيمة للورقة أو المبلغ النقدي الموجود هو مستحق الأداء في يوم معين، بالتالي الآن ممكن أن يطرح هذه الورقة للتداول، ممكن يسدد بها ديونه، ممكن يأخذ بها قرض، ممكن يحولها إلى بلد آخر وما شاكل ذلك، من خلال من؟ من خلال عملية التظهير. واضح أخوان؟ فإذا والحالة الأخرى لا، من الممكن أن يكون الساحب لا يعلم بشكل نهائي ودقيق اسم المستفيد، وكانت هنالك مسألة عجلة أو استعجال بسبب أنه الساحب يعتقد بأنه إذا تأخر الوقت أو تأجل إنشاء الحوالة فإن من الممكن أن المسحوب عليه يرفض إيش؟ يرفض قبولها، فيلجأ إلى سحبها على نفسه
وثم يقدمها للمسحوب إليه للحصول على قبوله، وبعد ذلك يحررها أو يظهرها إلمن إلى الشخص اللي أساسا كان هو مطلوب التظهير إليه، يعني يضع اسم المستفيد على الورقة التجارية. هذا كله ما يتعلق بالبيان اللي هو اسم من يجب إليه الأداء أو المستفيد. إذا كان عندكم تساؤل، سؤال، إضافة، تعقيب، أكو سؤال؟ أنا راح أسألكم سؤال إذا ما عندكم. هل يمكن أن نتوقع بأن يكون الساحب والمسحوب عليه والمستفيد شخصاً واحداً؟ وليش؟ إذا كانت إجابتك نعم لماذا؟ وإذا كان إجابتك بلا لماذا؟ ها طلاب رابع، من الناحية المنطقية القانونية العملية هل يمكن أن نتوقع؟ ليش؟